صباح الخير، نشكر الرب لأجل وجود الرب في حياتنا، هيدا اللي بيعطينا الأمل. حقيقي فعلا بصلي وبقدم تعزية خاصة لبيروت والأشخاص اللي تألموا والأشخاص اللي فقدوا أحبة إلهم، الأشخاص اللي فقدوا بيوتهم، الأشخاص اللي نصلي لأجل شفاء للأشخاص الجرحى. قد إيه فعلا هيدا الخبر كتير كان صدمة عندنا، لكن اللي بيعطينا أمل بالحياة وجود يسوع المسيح بحياتنا. راح أشارككم من كلمة الله، المرجع الوحيد اللي بيدينا الأمل بهيدي الحياة، كلمة الله اللي بنرجع وبناخد منها قوة ونستمد قوة منها. سفر أخبار الأيام الثانية الفصل السابع وآية ابتداء من آية 14: فإذا تواضع شعب الذين دعي يسمع عليه وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فأني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. حي فعلا الشيء اللي صار ببيروت كانت صدمة وكانت مفاجأة بالنسبة لنا، لكن لما نيجي قدام كلمة الرب، قدام كلمة الرب نشوف فعلا أهمية وجود الصلاة بحياتنا. يمكن احنا بنشوف بهذا الوقت ان بيروت او لبنان ماشية في نفق مظلم، لكن الشيء اللي بيدينا امل ان في نهايه هيدا النفق بننتظر ان في يوم من الايام رح يجي اشراق الشمس جديده على بيروت. هيدا النفق المظلم واثقين ان في امور عظيمه الرب محضرها لنا بعد هيدا النفق المظلم. ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه، انفجارات، امور صعبه، تحديات بهيدا المجتمع، لكن احنا بنصدق ان احنا رغم ان ماشيين بهيدا النفق المظلم، لكن بننتظر ان في نهضه حقيقيه رح تيجي على ارض لبنان، في اشخاص رح تطلب الرب. لكن نرجع لكلمه الله: اذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرديه. فهيدي في امور الله طالبها مننا ان احنا نرجع ونتواضع. نتواضع يعني بدل ما بندور على اسامينا وعلى اسامي كنايسنا، بندور على اسم الرب يعلى ببيروت. يبقى اسم الرب هو ملك الملوك ورب الارباب، هو السيد على لبنان، هو السيد على بيروت. خلال هيدا الامور اللي صارت شفت قد ايه وحده جسد المسيح. اشخاص من مصر بيتصلوا بينا كرمال يقفوا مع الكنيسة المتألمة والأشخاص الموجودين بلبنان، أشخاص دفعت رواتبهم كتير قليلة وظروف المعيشية بمصر والرواتب قليلة جدا، لكن نلاقي الناس ساهمت بكل الراتب الشهري تبعوا لها وبعتته للكنيسة هون بلبنان والمؤسسات المسيحية هون بلبنان عشان تقف حد الأشخاص المتضررين. بنشوف امبارح شخص منه لبنان الشخص مصر الساعة 11 بالليل بينظف ويكنس وبيساعد بتنظيف البيوت بلبنان ببيروت. هيدا الأشخاص بنشوف قد ايه أشخاص بتتصل من كندا ومن أستراليا يقولوا كيف نقدر نساعد الكنيسة بلبنان. هيدا الأمر فرجان قد ايه وحدة الكنيسة، فرجان قد ايه فعلا عمل الله موجود ان احنا كنيسة واحدة من كل البلدان بترجع نقولوا كيف نقدر نشارك غير الصلاة. احنا بنصلي أكيد، لكن كيف نقدر نقف مع حد الكنيسة بلبنان على قلبنا نساعد. أشخاص بتتصل إحنا حابين نيجي من أماكن مختلفة، أطباء، أشخاص عندهم أمور معينة قادرين يساعدوا بيها. بكمية التليفونات اللي جاية شعرنا إن إحنا جسد المسيح، فعشان هيك الكنيسة بلبنان مش لوحدها. الكنيسة في كنيسة كونية، زكاة الكنيسة المحلية اجتازت بهيدي الأزمة، زكاة المؤسسات المسيحية اجتازت بهيدي الأزمة وأصبح في كارثة كبيرة قصاتهم، لكن الكنيسة الكونية كان ليها دور. وهيدا اللي بفرجينا وحدة الكنيسة، وحدة الكنيسة. عشان هيك احنا جايين نصلي نقول له يا رب بهيدا الوقت احنا كأشخاص مقيمين بلبنان، أشخاص من خلفيات مختلفة من جنسيات مختلفة، لكن بيجمعنا يسوع المسيح، جايين لعندك عايزين نرى مجدك في لبنان، عايزين نشوف مجدك في لبنان، لكن جايين وبنتكمش بالكلمة، نتمسك بالكلمة يا رب، جايين ونطلب وجهك، وجهك وحدك يا رب. نرجع يا رب عن أمور احنا بعدنا عنها يا رب، دورنا على ما نصنع لأنفسنا اسم، لكن عايزين اسمك يتمجد. تاخد مكانتك مرة تانية، تعا مذبحك يعلى في أرض لبنان يا رب. عايزين مذبحك يا رب، عايزين مذبح حقيقي في أرض لبنان، في أرض بيروت، عايزين لبنان لإلك يا رب. بنصلي في اسم المسيح نرى مجدك، نعاين مجدك يا رب. الوقت ده بنتحد ككنيسة، ككنيسة محلية وككنيسة كونية يا رب، ونيجي النهاردة نقول لك يا رب تعا خد مجدك تاني يا رب. احنا واثقين ان احنا اذا كنا ماشيين
في نفق مظلم، لكن ننتظر إشراق شمس جديدة، لأن مكتوب كده تمس تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. منتظرين إشراقة شمس جديدة، نهضة حقيقية، افتقاد حقيقي. يا رب واثقين فعلا أن بهيدا الأزمة الناس انفتح عيونها عليك، تدرك أن رجاءها فيك، أن خلاصها فيك، مش خلاصها في المصاري، مش خلاصها في زعيم سياسي، مش خلاصها في وظيفة. إذا كانت الناس فقدت هيدي الأمور، لكن يبقى يسوع المسيح، لأنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد. بنصدق إن إحنا استثمارنا الحقيقي إن رجانا فيك يا رب، بنحط حياتنا بين إيديك، وبنصدق إنك هتعبر بلبنان وهتعبر يا رب بالكنيسة بهيدي الأزمة، ونطلع من هيدي الاختبارات ونشهد عن عمل يسوع. بنصدق إن في نهضة روحية جاية على لبنان، بنصدق إن في افتقاد روحي جاي على لبنان. بنتبع على هيدي الأرض، بنتبع في اسم يسوع المسيح سلام على هيدي المدينة، لأنه قلت هيك بسلامة هيكون لكم سلام. احنا بنتنبأ وبننادي ببركة على لبنان وعلى بيروت في اسم المسيح يسوع. افتقاد حقيقي يا رب، رجوع حقيقي، نكون بنطلبك من كل قلبنا ونرجع نشوفك فعلا، ونشوف يا رب غفران للخطية وإبراء لأرضنا لما نتواضع قدامك، لما بنقدم توبة حقيقية، وبنصدق إن في إشراقة شمس جديد جاية على لبنان وعلى بيروت في اسم يسوع المسيح. بنصلي ولكل المجد، آمين.